يا سيدي، إذا كانت بداية حديثك في النزول عن الشجرة، فليس المعلمين والنقابة على الشجرة. يجب أن نتنبه جميعا أننا في كل الأردن جميعنا على الشجرة الآن في كل قطاعاتنا، وهذه مهمة. إذا ما قارنا الآن المعلمين كقطاع كبير جدا وقطاع مش سهل من حيث التعداد ومن حيث الإنتاجية على جميع مستوياتها وارتباطهم بفلذات أكباد، لابد أن أيضا أن ننظر للآخرين. حتى لو قيل اليوم لما يطالب الأطباء، لما يطالب أولئك، لما يطالب المتقاعدين، لما يطالب الراغبون بالضمان والراغبون بكذا، هي مطالبات قد تكون فيها نوع من التداخل الغير منسجم صحيح، لكن للأمانة إذا تكلمنا بصدق اليوم وبدون مواربة، جميع الأردنيين وفي كل قطاعاتهم لابد لهم من النزول عن الشجرة. هذه الحالة. المعلمين الحالة الأولى، إذا يعني تحدثنا بصدق بالصورة الواضحة في المجتمع الأردني، قد يقال عليهم قولا في اختيارهم للوقت، في طبيعة